مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد في وقت سابق عن تنظيم منافسات الدور 45 من بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري في الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر بمدينة العيون بالصحراء المغربية. الدورة ستعرف مشاركة 16 فريقا في صنف الذكور و 12 فريقا في صنف الإناث، حيث ستعرف مشاركة 4 فرق تمثل كرة اليد المغربية، وهي وداد السمارة ورجاء جدير ومنتدى البيضاوي وفريق النواصر للإناث. ومن المنتظر أن تعرف المنافسات صراعا قويا بين قطبي كرة اليد الإفريقية، النادي الأهلي المصري ومواطنه الزمالك الأوفر حظا بالتتويج بلقب النسخة المقبلة، فيما تعقد كرة اليد الوطنية آمالها على ممثل مدينة السمارة الوداد كأبرز المنافسين لأندية مصر رغم الفوارق المادية والإمكانيات. وفي هذا السياق ستعرف البطولة غياب أندية الجزائر التي انسحبت من المشاركة لأسباب لا علاقة لها بالمنافسة الرياضية، فيما يغيب ممثل تونس الترجي الرياضية بسبب عدم توصل الاتحاد الإفريقي للعبة لطلب مشاركته في البطولة داخل الأجل المحددة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.